وعايز ابارك لك على دبلوماسي كسرت الدنيا ودخلت قلوب المصريين بجد. الحمد لله يا رب. هل بقى كنت متوقع لدبلوماسي كده هتدخل القلوب المصريين؟ لا، انا عايز اقول لك اصلا يعني الارقام ليست مؤشر، رغم ان الاغنيه قعدت ترند 3 اسابيع، ولكن امبارح كنت في حته فيها سهر في القاهرة ومحدش كان عارف ان انا موجودة. على فكرة انا كنت قاعدة في طاولة مزوية اشتغلت دبلوماسي. عايز اقول لك ان الناس حافظين وكله كان بيرقص ومبسوط. انا كده اتأكدت ان الاغنية عاملة شغل حلو في مصر. انت على طول بتحب تستخبي ولا ايه؟ بتقولي قاعدة من لوحدك. انا بحب اشوف ردود الافعال الواقعية بدون مجاملات. أكيد. ده مهم عشان اعرف انا بشتغل صح ولا مش صح. بس انك تبقي مكرمة في الموركس دور وتعتذري، عايزين نعرف بس ايه الاسباب في ده. لا بص، انا اعتذرت علشان الاوضاع السيئه في لبنان. يعني مفيش لا كهرباء ولا بنزين ولا حياه كريمه ولا حاجه، والناس كلها بتشتكي في السوشيال ميديا وانت شايف يعني. فصعب ان انا البس فستان واطلع على ريد كاربت واتبسط والناس مش مبسوطه. فقلت لهم على عيني، ولكن ان شاء الله العام القادم. اكيد بلقيس الحفله بتاعتك في الاوبرا انا كنت حاضرها، وانت كنت يعني كان معظم اليمنيين كانوا موجودين. صحيح. والجاليات كانت موجوده. صحيح. انت تاثيرك يعني على اليمنيين بقى الفترة الأخيرة يعني ممكن أقول الجامد قوي. لا هو مش الفترة الأخيرة، أنا من أول ما طلعت من الموضة. خلاص. من أول ما طلعت هم دعمني في كل مكان. بس السؤال، أنا لو رحت اليمن عملت حفلة تتوقع كم يحصل؟ أنا عايز أسألك السؤال. الراس مع محمد رمضان. أقل حاجة. أقل حاجة. الفيديو الراس مع محمد رمضان بس ده آخر حاجة عايزين نتكلم عنها. الفيديو مع محمد رمضان. ماله؟ السؤال فين؟ أنا بالدنيا وليه يا عم؟ الساحل مكان سهر ونتبسط ونرقص، ومحمد رمضان أخويا وإنسان جدع وأنا بحبه قوي، وليه معاه مواقف وليه معايا مواقف حلوة. الفترة الجاية هيبقى في ليكي حاجات مع محمد رمضان؟ معرفش، بس يا ريت يعني. وإنسان بحبه. السعودية طيب، والأغنية الجديدة بالزي البدوي في السعودية؟ الزي الجنوبي. جنوب طبعاً حبايبي أهل المملكة، وهم أكتر ناس بتدعمني برضه وبيسافروا لي على كل مكان في العالم عشان يحضروا لي حفلات، فكانوا يستاهلوا الأغنية دي، وإن شاء الله تكون عجبتكم. شكرا جدا. شكرا.